نتابع هذه اللقطات لهذا المبنى الجديد الذي يحل في قلب مدينة الجهراء ليشكل صرحا إضافيا إلى دولة الكويت. هذا الصرح الذي تعدد في تخصصاته ويمثل انتقالا إلى خدمات صحية جديدة توفرها الكويت. معالي أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، معالي الشيخ أحمد الحمود الصباح، ومعالي الشيخ سالم جابر الأحمد الصباح، وعدد من أعضاء مجلس الأمة، معالي الشيخ فيصل السعود الصباح، خلال هذه اللقطات عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت. سنبدأ في هذا اليوم مرحلة جديدة من خدمات وزارة الصحة، لا شك أنها لن تكون الأخيرة، لكنها تمثل قفزة متطورة في عالم صناعة الخدمات الطبية. سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بحديث جانبي مع معالي الشيخ جابر عبد الله الجابر ومعالي الشيخ علي عبد الله السالم أيضا إلى جانبه. نتابع معكم هذا النقل الخارجي المباشر من مدينة الجهراء التي تزخر اليوم بهذا الصرح الجديد مع الشيخ فهد سعد العبدالله الصباح ومع الشيخ محمد الخالد ومعالي المستشار الدكتور فهد عبد المحسن العفاسي وزير العدل أيضا من خلال تلك اللقطة. ونحن بانتظار بدء والد الجميع بافتتاح مدينة الجهراء الطبية خلال دقائق من الآن. سعادة المستشار فيصل الحجي وإلى جانبه سعادة المستشار محمد ضيف الله شرار من كبار حضور هذا الاحتفال الذي تقيمه وزارة الصحة، معالي السيد مرزوق علي الغانم أيضا رئيس مجلس الأمة انتظارا لافتتاح مدينة الجهراء الطبية. هذه المدينة التي تعددت مبانيها وأدوارها في تلك المباني الأربعة الرئيسة والتي تقدم نقلة جديدة في الخدمات الصحية، حيث يتكون المبنى الرئيس من 14 طابقا بالإضافة إلى الطابق الخاص بالاستقبال، كما يحوي هذا المركز الضخم خدمات طبية جراحية تضاف إلى الموجودة أصلا في مستشفى الجهراء. أعضاء السلك العسكري أيضا من ضمن الحضور لافتتاح مدينة الجهراء الطبية. مبنى المستشفى الرئيس يتكون من 14 طابقا بمساحة 440 مترا مربع، ويتميز بكونه مستشفى
يخدم مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تعدد الاختصاصات الطبية التي يحويها هذا المبنى، حيث يعتبر مدينة طبية متكاملة، يضاف إليها مراكز العيادات الخارجية والتي أيضا تقدم مختلف الخدمات الطبية، بالإضافة إلى خدمات طب الأسنان والتي تجاوز عدد عياداتها 120 عيادة. هذا الصرح الجديد الذي يدشن اليوم يحتوي أيضا على مبان وتقنيات هندسية عالية، حيث تضاف تقنية الصيدلة الإلكترونية عبر نقل كافة الاحتياجات الدوائية داخل تلك المباني آليا دون تدخل بشري، ما يعد اتباعا ومواكبة للتكنولوجيا الجديدة في عالم الصناعة الطبية. مستشفى الجهراء الجديد يضاعف من القدرة الاستيعابية السريرية، حيث تجاوز عدد أسرته للخدمة الطبية 1100 سرير، إضافة إلى التخصصات التي أضيفت بافتتاح هذا المبنى بجانب الخدمات الطبية المتوفرة أصلا في مستشفى الجهراء الرئيس. هذا المبنى أيها السادة، والذي يحتوي على تخصصات طبية مختلفة، يضم أيضا مراكز جديدة خاصة بالأشعة وأنواع الطب المختلفة التي تدخل لأول مرة ضمن مباني هذا المستشفى لخدمة سكان الكويت. نتابع لقطة من زاوية عريضة تبين ضخامة وجمال هذا الصرح المعماري أو الصرح الصحي الذي ينقل خدمات وزارة الصحة إلى آفاق أوسع. كما نتابع من خلال هذه الصورة وإلى الزاوية اليسرى من شاشة تلفزيون دولة الكويت، هذه المساحة العريضة التي تعتبر أرحب وأسهل لتقديم الخدمة من خلال كاميرتنا الطائرة. أيها السادة، نشاهد موكب سمو أمير البلاد والذي يقترب في هذه اللحظات إلى مقر افتتاح مدينة الجهراء الطبية ليبدأ سموه حفظه الله وبرعايته الكريمة ببدء افتتاح مدينة الجهراء الطبية. هذه المدينة التي حظيت باهتمام سموه رعاه الله، وبأمر أميري أنشئ هذا الصرح الصحي الجديد الذي ينقل خدمات وزارة الصحة ليس في الجهراء فقط، وإنما في كافة مستشفيات دولة الكويت، إلى تقنيات جديدة وإلى آخر ما توصل إليه علم تقنيات الطب، بالإضافة إلى توسيع الخدمات الموجودة برحابة المساحة الموجودة وتعدد الطوابق، ليشكل صرحا جديدا وصرحا مميزا ومتطورا أيضا واستغلالا عموديا للمساحة. نتابع إذن وصول موكب سمو أمير البلاد راعي هذا الحفل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه خلال هذه اللحظات، مستقبلا
من أبنائه دكتور الشيخ باسل الحمود الصباح وزير الصحة، يستقبل سموه بدخوله إلى مقر قاعة افتتاح مدينة الجهراء الطبية. نشاهدوا أيها السيدات والسادة سموه حفظه الله بدءا بهذا الحفل، مستقبلا من قيادات وزارة الصحة من فنيين ومهندسين متخصصين أشرفوا على بناء هذا الصرح الضخم، بالإضافة إلى المكتب الاستشاري الهندسي الذي قام بالإشراف والتصميم، إضافة إلى الشركة المنفذة لمبنى مدينة الجهراء الطبية. سموه ملقيا التحية على مستقبليه خلال هذه اللحظات، حيث سينتقل سموه حفظه الله ورعاه إلى مقاعد هذا الحفل، إذانا ببدء برنامج الحفل، حيث سيتوزع على كلمة لمعالي وزير شؤون الديوان الأميري، والتي ستكون الشيخ علي الجراح الصباح معالي وزير شؤون الديوان الأميري، بالإضافة إلى كلمة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح، وعرض فيلم وثائقي لإنشاء هذا الصرح الجميل. سموه يستمع خلال هذه اللحظات إلى شرح من قبل القائمين على هذا الحفل لإيضاح مدى الجهود التي بذلت للخروج بهذا المبنى الضخم، هذه المدينة الطبية والتي تنقل عالم الخدمات الصحية في الكويت إلى مراحل متقدمة تقارع الدول المتقدمة في مجال الخدمات الصحية. لا شك، ونحن نشاهد كل هذه الخدمات التي تضاف إلى مدينة الجهراء الطبية والتي تفتتح اليوم برعاية سموه حفظه الله ورعاه، الذي يصل خلال هذه اللحظات إلى مقر بدء الاحتفال، مستقبلا من كبار المدعوين إذانا ببدء الحفل. لننتقل بعد ذلك إلى الزميل محمد الخشمان لينقل لكم هذا الحفل بعد السلام الوطني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سيدي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، معالي رئيس مجلس الأمة سيد مرزوق علي الغانم الموقر، أصحاب المعالي الشيوخ الموقرين، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله، أصحاب المعالي الوزراء الموقرين، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. بفضل الله عز وجل وبجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن المعطاء وإصرار وتحدي العاملين والقائمين على هذا المشروع الحيوي المشرف والذي يعد حقيقة نموذجا رائدا للعلاج والتشخيص والأبحاث، محققا هدف الإنشاء بأن يحصل المواطنون على أفضل علاج لجميع مشاكلهم الصحية في مدينة طبية واحدة، وهذا لم يتم إلا باهتمام ورعاية كريمة من لدن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والذي أرسى بلا شك قواعد التطوير والابتكار حتى وصلت الرعاية الصحية إلى جوهرها المأمول منها في خدمة المواطنين. الحفل الكريم، يتفضل الآن معالي وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سيدي
سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله ورعاه، معالي السيد مرزوق علي القانم رئيس مجلس الأمة الموقر، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي حضرة صاحب السمو، بناء على توجيهاتكم السامية للديوان الأميري في تفعيل دوره في الخطة التنموية للدولة والخاصة بتنفيذ المشاريع الضخمة والمميزة في القطاعات الثقافية والاجتماعية والقضائية والترفيهية والتي نال معظمها من الجوائز العالمية وأصبحت معلماً مميزاً محلياً وأقليمياً وعالمياً، وها نحن هنا اليوم نضيف إلى تلك القطاعات القطاع الصحي والمتمثل في مشروعنا هذا مدينة الجحراء الطبية الذي تفضلتم سموكم اليوم بافتتاحه، والذي يعتبر من أهم المشاريع الحيوية التي تولى الديوان الأميري تنفيذها وفقاً للمعايير العالمية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الطبية، والذي تكرمتم سموكم رعاكم الله بالتبرع بأرض المشروع بالكامل للشعب الكويتي الكريم، حيث تمثل مساحة موقع مدينة الجحراء الطبية 235 ألف متر مربع، مقام عليها 6 مباني بمساحة بناء إجمالية 724 ألف متر مربع، تحتوي على 4 أبراج لغرف المرضى، وأحد أكبر المختبرات المركزية، وأكبر مركز أمومة للأمراض النساء، وأكبر قسم حوادث وطوارئ بالكويت، ومرافق تعليمية وقاعات المحاضرات والمؤتمرات، وأحدث المعدات الطبية التي تم استيرادها من أمريكا وكندا وأوروبا، كذلك عدد 5000 موقف سيارة ومهبط هليكوبتر وملاجئ للطوارئ والخدمات المساندة لجميع ما ذكر، مما يجعل مدينة الجحراء الطبية تتميز بمختلف التخصصات والأنظمة الطبية الحديثة التي تم استقطابها عن طريق أكبر الشركات العالمية في المجال الطبي، وبذلك تضاف كمعلم من معالم كويتنا في مجالات الطب والرعاية الصحية. ولا يفوتني في هذا المجال الإشادة بدور وزارة الصحة الهام التي لم تألو جهدا في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في دولة الكويت، والتي تعتبر قرينة الخدمات التعليمية في أهميتها ودورها الحيوي في مستقبل الدولة، وتجدر الإشارة إلى الجهد الواضح لفريق العمل من مستشارين التصميم والإشراف المحلي والعالمي ومقاولي التنفيذ والموردين، إضافة إلى فريق عمل إدارة المشروع بالديوان الأميري وعلى رأسهم معالي الأخ عبد العزيز سعود إسحاق رئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري في إنجاح تنفيذ هذا الصرح الطبي المتكامل والمتضمن على 1234 سريراً بكلفة إجمالية قدرها 364 مليون دينار، شاملاً الأثاث والمعدات خلال فترة التنفيذ القياسية والبالغة 3 سنوات. وختاماً، إذ ندعو الله تعالى أن يحفظ سموكم بحفظه، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والرخاء والازدهار تحت ظل قيادة سموكم الحكيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لمعالي وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح على هذه الكلمة الطيبة. يتفضل الآن معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله ورعاه، معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين،
سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لسعادة غامرة ويوم تاريخي يسجل بأحرف من نور في تاريخ الخدمات الصحية الحديثة بدولة الكويت، أن تغمرنا الرعاية السامية الأبوية الكريمة بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه هذا الاحتفال بإنجاز مشروع مستشفى الجهراء الجديد. فاسمحوا لي بهذه المناسبة وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي وزميلاتي القياديين والأطباء الفنيين والهيئة التمريضية والإداريين بوزارة الصحة أن نرفع أطيب آيات الشكر وعميق الامتنان لمقام حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه لما غمرنا به اليوم من رعاية سامية كريمة، وندعو الله عز وجل أن يوفق سموه لمواصلة قيادة المسيرة التنموية في البلاد. وإن تفضل سموه حفظه الله ورعاه بشمول هذا الاحتفال برعايته السامية وحضوره الكريم والمبارك قد أضاف الكثير إلى القيمة المناسبة التي تجمعنا اليوم للاحتفال بإنجاز مشروع مستشفى الجهراء الجديد، والذي يعتبر إضافة متميزة لمسيرة الرعاية الصحية بالبلاد، ويحقق نقلة نوعية بالخدمات الصحية وصولاً إلى بلوغ أهداف التنمية الشاملة التي تقع الصحة بمنزل القلب منها وتمثل الركيزة الأساسية لها. وأن مشروع مستشفى الجهراء الجديد الذي نحتفل اليوم بإنجازه بالصورة المشرفة التي نراها عليها الآن يتكون من 4 أبراج رئيسية بارتفاع 14 دوراً، وتبلغ المساحة الكلية المبنية للمشروع 725,000 متر مربع، ويحيط به مواقف للسيارات تتسع لحوالي 5,000 سيارة، ويبلغ عدد الأسرة بالأقسام الداخلية 1,234 سريرا، تغطي التخصصات الطبية العامة والفرعية والدقيقة المختلفة لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للكبار والنساء والأطفال وحديثي الولادة، إلى جانب وحدات العناية المركزة والعناية بالقلب والحالات الحرجة وخدمات الأشعة والمختبرات وبنك الدم والصيدلية. كما يضم المستشفى 131 عيادة خارجية تغطي جميع التخصصات وتقدم من خلالها الرعاية الصحية والخدمات المساندة وخدمات الإسعاف والطوارئ، ومن خلال منظومة حديثة متكاملة تتفق في التخطيط والإنشاء والتنفيذ والتجهيزات مع أحدث المواصفات العالمية المراعية لحقوق وسلامة المرضى وخصوصياتهم. وأستأذنكم يا حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم في هذا المقام أن أتقدم بموفور الشكر وعميق الامتنان لمقامكم الكريم ولكل من ساهم بالتخطيط وتحمل مسؤولية تنفيذ هذا الصرح المتميز حتى تم إنجازه بالصورة التي نراها عليها الآن. وأخص بالشكر الفريق العمل بالديوان الأميري العامر بقيادة الأخ معالي الأخ عبد العزيز إسحاق، والذين عملوا بتفان وإخلاص للإشراف على هذا المشروع حتى استطعنا الاحتفال بإنجازه وتقديمه اليوم لأهلنا الأحزاء بمحافظة الجهراء. وأنني على ثقة لا حدود لها من أن التميز بالمشروع لن يتوقف فقط على النواحي الإنشائية والهندسية، بل أن زملائي وزميلاتي الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين والإداريين والعاملين في وزارة الصحة الذين سيتحملون المسؤولية بمستشفى الجهراء الجديد سيحرصون كل الحرص على الإخلاص والتفاني في البذل والعطاء الإنساني والمهني المخلص ليحقق مستشفى الجهراء الجديد النقلة النوعية والتميز بتقديم الرعاية الصحية، مع إحاطة كبار السن بما يستحقونه من رعاية متميزة وفاءً وامتناناً لما لهم ولعطائهم بخدمة الوطن، وبما يتفق مع الرؤية السامية والتوجيهات الحكيمة من لدن حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وبرنامج عمل الحكومة والوزارة والخطة الإنمائية للدولة، والتي تعتبر الصحة بمفهومها الشامل وأبعادها المتعددة الهدف الرئيسي والمكون الأساسي لها. لا يتوقف عطاء حضرة صاحب السمو حفظ الله ورعاه لدعم الرعاية الصحية عند حدود جغرافية، بل أنه يمتد وينتشر مضيئاً مختلف ربوع العالم. فبالأمس القريب وعلى هامش اجتماع جمعية الصحة العالمية خلال الفترة من 21 إلى 26 من شهر مايو 2018، كان الاحتفال المهيب بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف،
بمنح جائزة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه، والمخصصة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية للإسهامات وللبحوث المتميزة في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة، خير شاهد على سخاء العطاء المتدفق وغير المحدود من أمير الإنسانية لدعم المشاريع والبرامج الصحية على مستوى مختلف ربوع العالم. وإن وزارة الصحة من خلال برامجها الإنشائية والتطويرية الطموحة مقبلة خلال الفترة القادمة بعون الله تعالى على نقلة نوعية بالخدمات الصحية، حيث تم تطوير منظومة الطوارئ الطبية والإسعاف وافتتاح وحدة التحكم والمراقبة للطوارئ المركزية بوزارة الصحة، والتي تتاح من خلالها فرصة الرصد والتفاعل والاستجابة الفورية للأحداث الطارئة والتدخل بالوقت المناسب لإنقاذ الأرواح. ويتزامن ذلك مع العديد من البرامج الطموحة لتطوير النظم والمعلوماتية الصحية والصحة الإلكترونية والجودة والاعتماد والصحة المدرسية ومنظومة الرعاية الصحية الأولية. كما ستشهد الفترة القادمة وبعد الافتتاحات بالمستشفيات الجديدة زيادة بالسعة السريرية بما يقارب 7000 سرير، ليصل بذلك إجمالي السعة السريرية بمستشفيات الوزارة إلى حوالي 16000 سريرا بالتخصصات المختلفة، وبما يتفق مع المعدلات العالمية. وإن تفضل سموكم حفظكم الله ورعاكم بحضور سموكم الكريم لهذا الاحتفال قد جعل من هذه المناسبة بمثابة علامة فارقة ومضيئة وانطلاقة بمسيرة الخدمات الصحية الحديثة بدولة الكويت. ونبتهل إلى الله عز وجل أن يحفظ سموكم ويرعاكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد على الطريق الخير خطاكم ومهامكم بالقيادة الرشيدة والحكيمة للبلاد، والمضي قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات التي نفخر ونعتز بها أمام المجتمع الدولي. وندعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً وجنوداً مخلصين خلف قيادة سموكم الرشيدة والحكيمة إلى أداء رسالتنا الإنسانية ومسؤولياتنا المهنية حيال أهل الكويت الأوفياء وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. أدام الله سموكم ذخراً وعزاً لبلدنا الحبيب الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لمعالي وزير الصحة على هذه الكلمة الطيبة. راعي الحفل حفظك الله ورعاك، نتوقف قليلاً مع هذا الفيلم الذي يحكي قصة كفاح لمشروع هذا الصرح الطبي المميز. يقاس تقدم الأمم بمستوى الرعاية الطبية فيها، ودولة الكويت انطلاقاً من إيمانها بأهمية تحسين مجتمعها وأفرادها صحياً تستكمل اليوم مسيرتها الريادية مسترشدة برغبة سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ليقوم الديوان الأميري بتبني مسؤولية ومتابعة إنجاز مشروع مستشفى الجهراء الجديد. وقد قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله بزيارة حديثة للموقع للاطلاع على سير العمل وللاطمئنان على سهر جميع العاملين فيه وإصرارهم على تنفيذ رغبة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في إنجازه في موعده المحدد والمواصفات المخططة له. حرصاً من سيدي حضرة صاحب السمو وبتوجيهاته السامية وبتبرع منه حصلنا على الأرض لبناء مدينة الجهراء الطبية. قمنا بعدة اجتماعات وورش عمل مع وزارة الصحة لأخذ موافقاتهم، وطبعاً ما كان رح نحصل هالمشروع الضخم والمبهر إذا ما كان تعاون من جميع الجهات الرقابية والخدمات وأيضاً وزارة الصحة. طبعاً ما أنسى فريق العمل اللي قام بالمشروع من أول واحد اللي هو السيد عبد العزيز إسحاق لأصغر واحد فينا.
مشروع مستشفى الجهرة الجديد، طبعا المشروع يتكون من 6 مباني رئيسية ومحطتين كهرباء بمساحة إجمالية 235 ألف متر مربع، مساحة بناء 780 ألف متر مربع. المبنى الرئيسي للمستشفى طبعا يتكون من 4 أبراج وبوديوم لعيادات خارجية بالإضافة إلى أتريوم مع سرداب بكامل مساحة المبنى. مرتبط بهذا المستشفى عندنا نوعين من مواقف سيارات، مواقف سيارات للزوار مرتبط بجسر للمستشفى بسعة 2900 سيارة، مواقف سيارات للموظفين مرتبط بجسر للمستشفى بسعة 1660 سيارة. طبعا في كل موقف عندنا شلتر حسب متطلبات إدارة عامة للدفاع المدني بسعة 300 شخص في كل موقف سيارة. ويضم المستشفى مبنى لبنك الدم يستقبل المتطوعين ويزود المراجعين والمرضى من الدم لجميع الاحتياجات المرضية. بالإضافة عندنا طبعا مركز طب الأسنان اللي فيه 115 عيادة، عندنا مركز منطقة الجهراء الصحية اللي يعتبر مبنى إداري، بالإضافة إلى مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، علما بأن المشروع يعتبر 10 key project واللي هو متضمن البناء الكامل مضاف إليه أثاث طبي ومعدات طبية. يعني هذا المستشفى إن شاء الله لما يتسلم على التشغيل مباشرة. أفرد المستشفى 3 أجنحة خاصة لكبار الشخصيات في البلاد وجهزها بجميع وسائل وأنظمة المراقبة والمتابعة وتوفير أقصى درجات الأمان والراحة وباتصال مباشر مع طواقم طبية جاهزة على مدار الساعة وبتسهيلات تقنية ومتوائمة مع أرقى المعايير العالمية. تعتبر الأبراج الأربعة في مستشفى الجهراء الجديد من المناطق الحيوية في المستشفى، كل برج يتكون من 14 طابق لغرف المرضى، وغرف المرضى تنقسم إلى قسمين، القسم الأول غرف المرضى الخاصة وعددهم 850 غرفة، والغرف المرضى العامة تحتوي على سريرين فقط وعددهم 162 سرير. تعتبر غرف العناية المركزة في مستشفى الجهراء الجديد من المناطق المهمة في المستشفى وعددهم 156 غرفة، وهي مجهزة بأحدث النظم والأجهزة الطبية وفقا للمعايير العالمية. والمطبخ المركزي في الدور الأرضي في مستشفى الجهراء الجديد ينتج حوالي 10,000 وجبة يوميا. يعتبر البوديوم هو المبنى الرئيسي لمشروع مستشفى الجهراء الجديد، وذلك أنه يحتوي على 32 غرفة عمليات والتعقيم المركزي. غرف العمليات هذه موصفة في أعلى المواصفات العالمية لأفضل المستشفيات في العالم. من أنواع غرف العمليات هي الأوبريشن رومز عادية للجراحة العامة والهايبريد أوبريشن رومز، وهي تعتبر الأول من نوعها في الكويت لاحتوائها على الـMRI والسيتي سكان داخل غرفة العمليات. تصميم قسم التعقيم المركزي بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة لتزويد جميع قطاعات المستشفى بالمعدات والمواد المعقمة. من العناصر المهمة الموجودة في البوديوم هو وجود 135 عيادة خارجية بمساحة تقدر 31 ألف متر مربع، وذلك للتسهيل على المواطنين والمراجعين في مستشفى الجهراء الجديد. يتميز مستشفى الجهراء الجديد في وجود أكبر مركز للأمومة وطب النساء في الكويت، وما يميزه احتوائه على 48 غرفة عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة. أما بالنسبة لقسم الحوادث والطوارئ في مستشفى الجهراء الجديد فهو يعتبر أيضا الأكبر في الكويت. من مميزاته احتوائه على غرفتين عمليات خاصة لقسم الحوادث والطوارئ، وقسم أشعة خاص بالمركز مجهز بـMRI وسيتي سكان وعيادات فحص وكشف وصيدلية خاصة للقسم. وأيضا توجد غرفة العلاج بالأكسجين الهايبربيريك تشامبر بسعة 12 شخص، وتعتبر الأولى من نوعها والوحيدة في الكويت، بالإضافة إلى مركز العلاج الطبيعي المكون من حوض سباحة للنساء وآخر للرجال،
وثلاث مراكز للياقة البدنية. متواجدين الحين في الصيدلية المركزية الرئيسية الموجودة في سرداب مستشفى الجهرة. الصيدلية هذه المركزية تعمل بنظام الآلي Fully Automated، حيث تقوم هذه الصيدلية المركزية بتحضير الأدوية وتجهيزها واستلامها وتخزينها، ومن ثم تقوم بتوزيعها إلى الصيدليات التخصصية المنتشرة في كافة أنحاء المستشفى والأجنحة للمرضى والمراجعين باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة ذات كفاءة وقدرة عالية. من ضمن الأنظمة الرئيسية الموجودة في سرداب مستشفى الجهرة عندنا أيضاً المصبغة المركزية، حيث تعد المصبغة المركزية الأولى من نوعها والأكبر في الكويت من حيث المساحة والسعة والطاقة الإنتاجية وأيضاً في نوعية المعدات المستخدمة، حيث تعتمد هذه المصبغة بصورة كبيرة على النظام الآلي للغسيل وتصل سعتها الاستيعابية إلى 1250 كيلوغرام. تم بناء وتصميم أكبر مختبر مركزي في الكويت بمساحة تتجاوز 7000 متر مربع، مجهز بأحدث الأنظمة وآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا المختبرات. يربط هذا المختبر المركزي بالمدينة الجهراء الطبية نظام يسمى بالنيوماتيك تيوب سيستم، ويعد هو أحد أكبر 3 أنظمة في العالم بطول 12 كيلو متر. بالنسبة حق مستشفى الجهر الجديد عندنا 2 ميجا ستيشن. ال 2 ميجا ستيشن اللي هي 132 كيلو فولت، واحدة منهم تستخدم حق المستشفى، والثاني يستخدم حق المباني المحيطة فيها اللي هي حق أهل الجهرة. إضافة إلى المحطتين الرئيسيتين لتحويل الكهرباء، هناك 10 محطات فرعية تغذي مباني المستشفى، وهذا ما سمح بتزويد المستشفى بحاجته من الطاقة الكهربائية، وكذلك بحاجته إلى وحدات التكييف المتطورة. يختص مبنى الأسنان بتخصصات ومجالات للأسنان كافة، وهو مكون من 3 أدوار ويحتوي على 115 عيادة. تم تجهيزه بمختبر لتصنيع القوالب والتقويم وأجهزة الأشعة الخاصة بتصوير الأسنان، ومختبر لتدريب الأطباء المبتدئين. جبهة التعاون مع جامعة الكويت لتأهيل وتدريب طلبتها في كافة الاختصاصات الطبية، إنه ثمرة لجهود الذين عقدوا العزم على تحويل الحلم إلى حقيقة ساطعة كالشمس. كل ما نراه هو تجسيد لتسخير الإبداع والعلم للانتصار على المرض، إنه انتصار للشعور بالمسؤولية في رفع المعاناة ودفع البلاء، والأهم هو
يتفضل الآن رئيس الشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري معالي السيد عبد العزيز سعود إسحاق بإهداء سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه درعا تذكاريا بهذه المناسبة الطيبة، فليتفضل مشكورا. هكذا إذن أيها السيدات والسادة، وكما بدأنا حبيبة في جميع ميادين الحياة في ظل راعي نهضتها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسيدي سمو ولي عهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يختتم هذا الحفل بالسلام الوطني، وخلال هذه اللحظات يتوجه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالتحية إلى القائمين على هذا الجهد المبذول لافتتاح مدينة الجهراء الطبية، حيث يودع سموه بذات الحفاوة والترحيب الذي استقبل به من معالي الوزراء والنواب في مجلس الأمة الكويتي، بالإضافة إلى قيادات وزارة الصحة وعلى رأسهم معالي الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح وزير الصحة. وفي هذه اللحظات إذن يغادر سمو أمير البلاد راعي هذا الحفل بعد أن افتتح مدينة الجهراء
الطبية وصورة تذكارية تجمع سموه مع قيادات وزارة الصحة فرحا بهذا الإنجاز الذي استغرق 3 أعوام ليصل اليوم 2 يوليو إلى أرض الواقع، وبرعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يفتتح في قلب مدينة الجهراء هذا الصرح الصحي الذي دون أدنى شك يشكل نقلة جديدة نوعية بتقديم الخدمة الصحية في دولة الكويت، ويضاهي في الإمكانات الموجودة بتطوير عملية الخدمات الطبية. إذن نشاهد انتقال سموه من مقر الحفل إلى موكب سموه لمغادرة مكان الحفل بذات الحفاوة والترحيب. مستشفى الجهراء الذي يشكل مدينة الجهراء الطبية والمكون من عدد 4 أبراج تعددت في أدوارها إلى 16 طابقا، والتي تقدم العديد من الخدمات الصحية، في هذا اليوم يفتتح في مدينة الجهراء ليمثل انتقالا جديدا خلال هذا اليوم بتقديم الخدمات الصحية من خلال هذا الصرح. يودع سموه برقصة العرضة احتفاء بقدومه لمدينة الجهراء، حيث تقدم له فرقة الجهراء هذا العرض التراثي الذي يعيدنا إلى العديد من الأعوام من إرثنا الثقافي. في هذه اللحظات أيها السادة يغادر إذن سموه مبنى مدينة الجهراء الطبية بعد أن تشرف الحضور برعايته وحضوره لهذا الحفل. نتابعوا وإياكم لمحة أخرى من فرقة الجهراء للفنون الشعبية التي تحتفل كما تحتفل وزارة الصحة بافتتاح هذا الصرح الجديد. يغادر سموه إذن حفظه الله ورعاه خلال هذه اللحظات بعد أن افتتح مدينة الجهراء الطبية، والتي كانت لها الخصوصية بإصدار سموه حفظه الله ورعاه لأمر بناء وتطوير هذا المبنى لتخدم المنطقة والمناطق المحيطة لمحافظة الجهراء، حيث ارتفعت
القدرة الاستيعابية. بهذه اللحظات إذن مشاهدينا نختتم وإياكم هذا النقل الحي والمباشر. لكم أجمل تحية من محدثكم منور مرضي والمخرج سليمان الخراز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.